حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال حدثنا عدي بن عدي قال أخبرني رجاء بن حيوة والعرس أبن عميرة عن أبيه عدي قال خاصم رجل من كندة يقال له إمرؤ القيس بن عابس رجلا من حضر موتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فقض على الحضرمي بالبينة فلم تكن له بينه فقض على امرئ القيس باليمين فقال الحضرامي ان امكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كذبات ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال رجاء وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا، فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها؟ تركها يا رسول الله قال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. (مرين حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني قيس: عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة قال: فقام رجل من الأنصار أسود قال مجالد هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه قال يا رسول الله أقبل عني عملك فقال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك الآن من استعمل على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال حدثني عدي ابن عميرة فذكر الحديث حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد خالد عن قيس بن أبي حازمين عن عدي ابن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل إن فذكر معناه حدثنا ابن نمير حدثنا سيف قال سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا انه سمع عديا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل ليعذب العامه بعمل الخاصه حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم قال: حدثني عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي فذكر الحديث قال جرير وزادني أيوب وكنا جميعا حين سمعنا الحديث من عدي قال قال عدي وحدثنا العرس ابن عميره فنزلت هذه الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخرها ولم احفظه احفظه انا يومئذ من عدي حسن إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث يعني ابن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن علي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيسا يحدث عن عدي بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعملناه منكم على عمل فكتمن مخيطا فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من القوم آدم طول من الأنصار فقال حاجة لي في عملك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إني سمعتك آنفا تقول قال فأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليأت بقريره وكثيره فإن أتي بشيء أخذه وإن نهي عنه انتهى حدثنا علي بن عياش وإسحاق بن عيسى ، وهذا حديث علي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، عن علي بن عدي الكندي ، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشيروا على النساء في أنفسهن فقالوا إن البكر تستحي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها بلسانها والبكر رضاها صمتها حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ليعذب فذكر الحديث. حثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة قال: حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطه ثم إذا سلم أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده عن يساره. قال أبو عبد الرحمن: وحدثني يحيى بن معي ان قال حدثنا معتمر بن سليمان فذكر الحديث